سؤالي انتوا الى يعني كحزب الامه نعم. الى اي مدى حضرتك اتفضلت وقلت لي ان هناك مصلحه في نجاح الاتفاق السياسي مش كده؟ نعم. في مصلحه وطنيه صح ولا لا؟ اذا هذه المصلحه سؤالي هنا كيف ساهمتم في دفع الاطراف الممتنعه المعترضه المختلفه ايا كانت التسميه في انه يتم توسيع هذه القاعده؟ طيب ما لو كان ردوا علينا لو كان قبلوا كلامنا ان والله احنا الاطراف التانية كلها قالت لا مش انتوا احنا ضدكم كويس. ايوه ده بناء على ايه يعني؟ بناء يعني على الاطراف التانية ما في صراع. في صراع طالما انت اللي ده مساله يعني ملهاش مش موضوعيه دي صراع في صراع. طيب قول لهم قالوا احنا رافضين الاتفاق وده اتفاق ثنائي وكذا. احنا اختلفنا قلنا ايه؟ قلنا احنا نفتح الطريق. اذا فتحوا لنا الطريق ده يكون مدخل الآخرين يأتوا يعني وتناقش ملاحظاتهم في الداخل كويس بدل ما يقولوا لا عندنا شروط واحنا مش جايين. لكن اللي حدث على طول الجماعة بتاع الحرية والتغيير مجلس المركزي قعدوا يقولوا لا احنا مش هنغرق الاتفاق. الاغراق أيوة حضرتك وصلت لهذا التعبير اللي انا كنت حوصله. احنا مش نسيب حد يدخل وكذا. احنا الموضوع ده محدد باطراف معينه. طب هل في مصلحه ان يكون هذا الموضوع محدد بمصلحه وطنيه عامه؟ لا مصلحه للجماعه دي مصلحه للمجموعه دي والامر ده مدفوع من رباعية ومن الآلية. هم اللي دافعين الموضوع ده رغم بياناتهم كلها وبيانات الأمين العام للأمم المتحدة وبيان مجلس الأمن بيقول عليكم تكملوا اتفاق وتضموا لهذا الاتفاق بقية القوة والقوة الرئيسية كلها يجب أن تدخل في هذا الاتفاق. نجد مجلس الأمن والأمين العام والسفير الأمريكي والترويكا كلهم بيقولوا نفس الكلام لكن عمليا مفيش تنفيذ. عمليا الموقف هو الاحتكار. يعني حزب الأمة وحضرتك وهذه القيادة التاريخية ما اتكلمتوش مع الأطراف الدولية؟ اتكلم معهم. احنا متكلمين معهم يقولك لا احنا مرحبين. طيب مين اللي هيفتح الباب؟ كويس مين اللي هيفتح الباب؟ احنا خطبنا برهان وخطبنا محمد فريق مع حمدان دجلو الموقعين وخطبنا الآلية الثلاثية. كويس مفيش حد رجع لنا قال حاجة في الموضوع ده. مفيش حد رد علينا. رد يعني. طيب قلنا للفولكان فريتس عايزين نقابلك للثلاثيه الآلية الثلاثيه ما رداش علينا. المبعوث الاتحاد الافريقي السفير بلعيش بيقول احنا مصرين وبنقول ما فيش عزل لاحد. طيب ونحن بندفع على اساس الآلية تقابلكم. لكن الفولكان بريتس هو متحكم في العملية لذلك حكومة السودان سبق وطلبت من الأمين العام أنه يسحبه لأنه هو رجل متعنت مصر على آرائه وغير قادر على التعاون مع الآخرين وهو حقيقة يعني ما عندوش خبرة وما فيش ناس عندهم خبرة.